حفظ القرآن شفاء، فيه طمأنينة، سبب للرحمة، سبب للسكينة، سبب لغشيان الملائكة للمنازل التي يقرأ فيها. لكن إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لا يقرأ إلا في رمضان إن قرأ، يفرح بعضهم إن ختم في رمضان ختمة. وقد دخلت على بعض أصدقاء والدي فبكى إلي وقال لي 50 سنة أختم القرآن في كل ليلة يصلي به، 50 سنة، وبكى لأنه لم يعد يستطع أن يصلي قائما، ولأنه يسرد 9 ركعات يسلم في الأخيرة منها، وأنه لا يستطيع أن يختم كل ليلة. لو أدركنا عظمة هذا القرآن ما شبعنا من قراءته ولا ترداده. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه.